عودة لكم من جديد ونمرق شوية من جو الإحباط إلى خبر مفرح. حقق المنتخب السوداني فوزا غاليا على مضيفه ساو تومي بهدفين دون مقابل في المواجهة الجمعة المنتخبين عصر اليوم الأربعاء لحساب الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للنهائيات بالكاميرون 2022. أحرز الأهداف محمد عبد الرحمن وسيفتيري على مدار الشوطين. ارتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 9 نقاط ليقترب من التأهل للنهائيات بالكاميرون، وسيواجه الصقور الجديان منتخب السوداني جنوب إفريقيا الأحد بملعب الجوهرة بأم درمان ملعب الهلال، وسيقود الانتصار المنتخب إلى النهائيات مباشرة. ألف ألف مبروك لمنتخبنا الوطني القومي حقق هذا الانتصار الكبير، وألف التحية بالتأكيد لكل زول بيقدم للبلد دي بيروح وبيجيد وبيفرح هذا الشعب الذي يستحق أكثر من ذلك. طيب عندنا في الخبر الثاني، في حادثة وصفت بالغريبة، هجمت عصابات تمتلئ دراجات نارية بالصواطير والسكاكين ونهبت الوجبات المدرسية المدعومة من البرنامج المعروف برنامج الغذاء العام الذي توزع يوزع هذا البرنامج مجانا للتلاميذ بعدد من المدارس بمحلية أمبدة. العصابات هاجمت مدارس بمنطقة الفطيماب التي تقع في الشمال الغربي لمحلية أمبدة، ومدرسة بحي البقعة، وكذلك مدارس بدار السلام غرب أم درمان. العصابات دي برضو خطفت الوجبات من أيادي التلاميذ بعد خروجهم لتناول وجبة الإفطار، وأفاد المشرف على توزيع الوجبة في حديث للجريدة بأنهم وبعد توزيع الوجبات على التلاميذ هجم المئات على المدرستين ونهبوا 439 كرتونة تحتوي على 43900 وجبة مدرسية. وأضاف بأن إدارة المدرسة اتصلت بالشرطة التي وصلت مكان الحادث واستطاعت أن تبعد المهاجمين، لكن بعد أن أفرغوا المخزن التابع للمدرسة مدرسة الحي في المدينة تماما. أما في مدرسة ابن الهيثم فقد نهبوا 217 كرتونة بعد حضور الشرطة لاذوا بالفرار. ونوه المشرف لأنه بعد مغادرة الشرطة عاد المهاجمون من جديد لأخذ ما تبقى من الكراتين حين قاموا بكسر أبواب المخزن ولم يجدوا شيئا. يعني الجوع، ناس يقولوا كثير يقول لك الجوع كافر بالتأكيد، لكن خلونا برضو ندرس الحالة دي دراسة حقيقية ما بين تعامل الشرطة ما بين العصابات دي ما بين برضو التوزيع العادل بيكون للغذاء في مناطق بتكون فيها كثير جدا من المشاكل زي دي. مشكلة زي دي من باب أولى أنه يتم دراسات اجتماعية تعرف المشكلة الأساسية وين، بتخلي أنه والله ما هجموا على ذهب ولا هجموا على دولار ولا على مال عام، بالعكس تم الهجوم على غذاء. يعني في حالة بتاعت جوع في المنطقة دي، ده ما تبرير بالتأكيد للحادثة ولا تبرير للجريمة. ما في زول بيقدر يدعمه ولا يساندها من خلال هذا السلوك الهمجي، ولكن لابد من دراسة اجتماعية مهمة جدا للمنطقة ويعرفوا والله يا أخي سبب كثير جدا من المشاكل اللي بتأدي لأنه النازل بعد ما الشرطة تمشي تاني يرجعوا ويهجموا على الحاجة دي، وبرضو بخلوا أنه يا أخي الشرطة لابد تكون موجودة بشكل أكبر مما هو كان عليه. نمشي للخبر الثالث، ما بعيد من موضوعنا الأول كنا نتكلم حوله. تشهد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان احتجاجات طلابية منذ أيام بسبب ندرة المياه وقطوعات الكهرباء. الخبر بيقول إنه سير طلاب بالأبيض مظاهرة الثلاثاء للمطالبة بتحسين خدمات المياه والكهرباء، ويشكو مواطنو المدينة من انقطاع المياه لفترات طويلة ولأيام أحيانا في ظل ارتفاع قيمة برميل المياه لنحو 1000 جنيه. وكثير جدا من الطلاب ديل دعوا لإنه حكومة الولاية بضرورة الإسراع في حل مشكلة المياه والكهرباء قبل حلول شهر رمضان المعظم. بالتأكيد هو حق من حقوقهم أنه يطالبوا بتوفيره، مش شهر رمضان بس، لا طول السنة مفروض الحق ده يكون موجود وطول اليوم وعلى مدار الدقيقة وعلى مدار الساعة. طالما المواطنين بيدفعوا من قود يومهم اليومي لهيئة المياه ولحكومة الولاية عشان ما توفر الحاجة الأساسية من المياه، والحوجة مهمة جدا من المياه وعارفين قيمتها شنو بالتأكيد في حياتنا اليومية. طيب نمشي لخبرنا الرابع، كشفت السلطات القضائية عن تدني نسبة الزواج في العام 2020 لنسبة 21% مقارنة بالعام 2018. والسلطات دي برضو سجلت 142,949 حالة زواج في العام 2020، فيما
وصلت حالات او عدد الزيجات خلال العام 2018 نحو 180,563، وفي مختصين كثر يعني تحدثوا حول هذا الموضوع وقالوا انه اسباب انخفاض معدلات الزواج في العام 2020 عزوه للضائقة المعيشية التي تعيشها البلاد. يعني خبر زي ده برضو بيحتاج لدراسة مهمة جدا من الدولة، دراسة علم اجتماع مختصين في هذا الموضوع، بيحتاج انه ينفعل صناديق كثيرة جدا تدعم وترغب الشباب في ما يخص الزواج، لانه بننمي المجتمع ونبنيه من خلال عادات سليمة ومن خلال تقاليد تقدر من خلال تحافظ على المكون الاسري وتحافظ بالتأكيد على حتى الزيجات الجديدة، لانه انا ما شايف في اشارة لعدد حالات الطلاق، ولكن في تدني في نسبة الزواج. إذن برضو محتاجين نعرف عدد حالات الطلاق من خلال هذه الزيجات التي كانت في الفترة الماضية. بنحتاج لدراسة في الموضوع ده، بنحتاج لأنه والله يا أخي نقرر فيها قرار واضح من الدولة، مش الاهتمام بقضايا أخرى ربما تكون دي واحدة من القضايا الأهم مما هو مهم. يعني نمشي لخبرنا الخامس. أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية عددا من القرارات، على رأسها فرض غطاء الوجه، ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى التعقيم والتباعد الاجتماعي في مؤسسات الدولة كافة والمدارس والمواصلات العامة وأماكن التجمعات والازدحام، وشددت على تفعيل القانون لاتخاذ هذا القرار. ووضعت ووصفت اللجنة عقب اجتماعها اليوم الوضع في ولاية الخرطوم بالمقلق جراء تزايد الحالات وسط التلاميذ والمعلمين. وزير الصحة الدكتور عمر النجيب كان عنده تصريح وقال إنه الاجتماع استعرض تقارير من وزارة الصحة الاتحادية والولائية بالخرطوم وولاية الجزيرة، وأشار إلى أن التقارير أظهرت زيادة مضطردة في عدد الإصابات والوفيات، وأوضح إنه المؤسسات الصحية بالبلاد تواجه نقصا حادا في الطاقة الاستيعابية فضلا عن عدم توفر الأكسجين والأدوية والمعينات الأخرى. وقرر الاجتماع تكوين لجنة مشتركة من وزارات الصحة والمالية والطاقة لتوفير المعينات اللازمة للقطاع الصحي والتسريع في عملية التطعيم وزيادة الفئات المستهدفة. يعني لفتني هنا حديث وزير الصحة عمر النجيب فيما يخص أنه التقارير استعرضت مجموعة من الأشياء، ولكن برضو حنرجع لتصريحه حنشوف مجموعة من التعليقات الحاضرة من السوشيال ميديا. في أول تصريح من تصريحات السوشيال ميديا الحديث فيها حول أزمة الدواء في الخرطوم ومعاناة أهلنا في الولايات، حيعيشوا معناها أهلنا في الولايات حيعيشوا جحيما بالمعنى الحرفي ولفترة ما بسيطة ولا وجيع لهم، أعيد الدعم للأدوية. ده حديث محمد. نمشي لأحمد وخط هاشتاج مشكلة الدواء في السودان، دي نقاط سريعة عن أزمة ندرة أو عدم أصناف كثيرة جدا من الأدوية في السودان في الفترة الحالية، ممكن تفهم الناس في غير المجال بعض الحقائق. ملف إدارة الدواء في السودان فيه تخبط كبير جدا، أي زول في المجال الطبي بيكون ملاحظه، والحقيقة إنه الموضوع قديم جديد من زمن الكيزان. طيب ما زالت التعليقات مستمرة من خلال هذه المشكلة وأزمة الصيادلة وما يخص ذلك، لكن حديث الوزير تحدث اليوم عمر النجيب في الاجتماع، ويعني هو بيتحدث إنه في ندرة في وعدم استيعاب للكوادر الطبية. كيف ما يكون في ندرة وأنت بيتم تعامل منك بغير شكل غير لائق من خلال ما شفنا من فيديوهات في الأيام السابقة من أطباء الامتياز وعدد من الأطباء اللي كانوا موجودين داخل وزارة الصحة؟ وده موضوع كبير حنجيه بالتأكيد من خلال القصة وما فيها، لكن نطلع لفاصل من ثم نعود من جديد.